سنسعى على درب القصص الإنسانية ولن نحجم عنها أبدا. هو الإنسان الضعيف الغافل، تعلمون قصته وحقيقته. أجل هي كذلك، هو المخلوق الوحيد في الدنيا من سعى بجشعه ليحوز الدنيا كاملة ففقدها كاملة. ليته يرى الدنيا بعين قلبه، ليته يعلم حقيقتها التي تضمر، فيعدل عن حب التملك وضيقه إلى نور الإنفاق والصدقات. أيها الناس، إن مبلغ هذه الرسالة أبلغ وأشد، بل أقصى وأمد. في قرية صغيرة تسمى تغرات فسفاس، عاش رجل اسمه محمد، كريم أصل قد ملأت البركة والجود بيته، فجعله نزلا يستقبل فيه المسافرين وزوار المنطقة ويكرم وفادتهم. في مجلسه هذا قال محمد لابنه ذات يوم: يا بني، قد اشتد عودك وهذا إرثي لك، فانهض وتناهض به، واعلم أن الله سيحميك طالما أنت على الطريق الحق. قد مات محمد بعدها قرير العين، وقام ابنه حفيظ باستكمال مهمته كما أراد، والليلة نحل ضيوفا عنده. سلطان ملك شاه حاضر ليري إسنت أبو علي. ترواستي أنا ريز دري مسلسل السلاجقة اسمه سماركوس. إنك سيدي غوادة يا السيدة، أواش تنغيك هاد نتديس غوان تولاتي نتفي ودو أوهو أوا غوان زعما يراتي فيه الناس. الناس سبحان الله، الناس غيك هاد يسكر ربي الكون، الناس نيت غوان الجوالي مراتي ربي ربي. قد اجتهد حفيظ في إكرامنا حقا، وقدم لنا أنواعا عديدة من إيدام طبيعي يؤتدم به. أما بالنسبة لي فطاجن الكفتة هذا هو الحلم الذي أرتجيه. قال لك سيدي هذا وحده كاف كياكل بزاف، ويجمع هذا خوز بحال هكا هكا باش كيجمعوه، يلا بيغمز بحال هكا هو يقول له أنا مش مياو، هو يلوح عليه بحال هكا، شافوا المش كيتحل بحال هكا هو يرم. ايوا كيصحاب لي فيه الروح ياك داك ما دوا هي غا ما عرف اش تقول. شنو هو الحلم ديالك السي عبد الرحيم؟ الحلم ديالي اخويا هو نكتشف المغرب كامل ان شاء الله. سبحانك الله الرسالة خصها تكح الأحلام لخي ما سير سقس عبد الله، أنا نيش نتندل الأحلام أنه كله عبد الله قال لك بيقول لي فوقر. بسم الله يا ربنا، إنك سيدي أرتين ولي يزدرني، إنك يا الصبر وين ربي ربي وين ولي صبرني، أو أني صبرني قال بناد ما الدنوب الدرور ولو هو يا إنك داق، إنك وري قوسة وين ما ضيت زياني غير مين غي كانت لوالدين ربي سمحها وساون يختون تكرا تساونت استقال ما خرط زيد تساونت اش كيستون تساونت تريت تقصطني طلع كرماني يسرط زيد تساونت كان لوالدين انك داغا انك غنحاسب وين توكل سي مي شاد نيط استنات نحتاج جوره انت فاهم ولا هو يا 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 انشغل انت بالحكم بينما نجهز على الطاجن. يؤتى بعدها بإيدام النبتة المغلقة. طافي انا يا وجدي دي ارتكار يا وجدي وكان جدي انا ريت منى غنفس التنين مدنا مازير تيرقل حيت يرقل لقت لي تقطف ارتكي تخون الزريعه ينس ارتكي سكرنا سميتو لي دامل تحمزون شكون منو ولكن حقاني شقال خدمت شتي تسمونت يدرس حقا وري كوتزما وري كيزون دالكاوكاو ولا يشقى.
نبتة إيرغل أو القستوس فصيلة جبلية تميز دول حوض البحر الأبيض المتوسط. لها منافع عديدة كتقوية المناعة وعلاج آلام العظام وأمراض التنفس وكذا الدم والمعدة. يجر هذه هي يجر حتى انت تاكنت حتى انت حركتك الصيام حركت العشق خلاص مرس يمزيكو تبارك الله شفت منك ولا يسيت الزواج زي كتنا جدين سهل قدها من ضد انت حتى ود حقاني شقا 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 بزاف فوق انت ماشي جدون ايه ودي شقا بزاف مالك قال ما داقنس صراحه لا عجيب ما عندوش كاع الماء داق هذا وانا لا نينا مرضك تفك الماء داق وزعود مشته والله عجيب عجيب عرفتي بحال الا شربتي الماء 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 يعني شي حاجه ما عندهاش الماء داق عادي والله يا غالي كاين ناقص كرا الماء داق هاد السيزيت كدو اكل اكل اش دي قلت هنا ايه غدغه اش دي قلت حتى انه ينسجم بشكل جيد مع عسل نحل خالص غدا تيسان زعما سلمي دقاي مزاج وفلا انا كنتين نزيقا صافي روح ما غادي تخلط انت تمن انت زعما يعني كيلو غير غادي يقدر تيتمون يومين يعني قليله يدروس تعرف شي مزار هذا الجامع تقيل الجامع مزار شوف لا انا تقدر مثلا تنف مثلا غمس جوج المحالات نغاد زنزان جوج اركان جوج وليك هو قليل يدروس شي تيقول له تيقرا واش كتكثر 80 كيلو نتا كتكثر 120 درهم دوتي ولكن من 2010 شوف لا دوال صافي نقاردو شوف ولكن مي قدام انتيغا سفر سفر وسمد واسي ديال النبض الخير مع انك كنت قالت حتى من طاح وريت الموت نطاح حريت انا شطار سكر ولكن الشغل قياس باش نقصوا كل شيء الخير بسم الله سي جوفيان اق السنتر تحسو صغير تبيقي الا يا الماء داق بشكل سبحان الله زيدي زيدي وقا حافظ باقي في الله والله من ده ابو علي السم يا الماء داق تبارك الله نكي هنمير الخيرات بعد ليل قد اشتد سواده يأتي الصباح ليرمي بضوئه يقوم الجميع لتدب الحركة من جديد أما والدة حفيظ وتدعى بالخالة فاطمة فقد اجتهدت منذ الصبح وأعدت لنا خبز المقلاة الشهي دهنت وجهيه ببعض من زيت وعسل ما إن رأيته حتى ناح عليه قلبي كما ينوح الإنسان على أعز عزيز لديه لكن فلتعلم أيها الخبز بل وأنت أيضاً أيتها الحساء أنه مهما طال الاشتياق فلا بد من اللقاء إن عيش الإنسان في بيئة مغلقة لا تغيير بها يورثه الهم والحزن والكآبة ويملأ نفسه بالعجز والتذمر والخذلان ألم يقل ربنا في كتابه فسيروا في أكثر من موضع؟ فالتأمل في هذه الكلمة البديعة التي حملت الكثير من المعاني والإرشادات الفريدة لكفيل بأن يصحح طريقا قد انحرفت
وروحا على نفسها قد انطوت، فسيروا في مناكبها واشربوا من عيونها. العين هذا سيدي اللي تبقى مغيلة دارسة يات القصة، القصة نسى ما تديوين العين، شكل العين يتقسم ماذا سديوين اللي غير يتقسم أرتين هنا يعني أيتي في سفاسن، أيتي في سفاسن اللي غزان غايتا إغرغر الزان قيت أو اللي غيسن الزان أيتي إغرغر فتاني وين دلعون ما تني التعاون فتان سدار أيت القبائل نيت وعزون لقد لاسن سلان غويل ايتي فسفاسن يسلاسن الشيخ قصودن اتفلاسن هجم ما تسكر فتان قسم العينة، قسم العينة بين تغرات يفسفاسن تغرات ونكريم باش ميت باش اي تغرات ونكريم هذا سنفين العون باش غوينا تسجن ركزن. عيون مائية كثيرة لها تاريخ مجيد تفوح منه روح العراقة والقدم، عن أبطال إيدوتنان ممن فدوا ترابهم بكل ما يملكون فاتحدوا ضد عدو غاشم فكر في غصبها بالقوة منهم، فكان الماء عنواناً لتعاونهم وتآزرهم. إن الأمازيغ حينما يتعلق الأمر بالوطن لا يترددون ويسيرون نحو كل المصائب. بعد هذا اليوم الحافل نعود جماعة إلى نزل حفيظ وأنفسنا ملأى بما لقنتها إياها رؤية هذه المعالم من حكم، تواقة بذلك لنيل الخيرات من فضائل وشمائل وهمم حتى تحوز لنفسها خير مكان بين الأمم. تكرمنا خالة فاطمة بما لذ من طاجن بسمك القرب طبخ على نار جمر، بارك الله في عمرها وأحسن إليها فقد أبدت مهارة فائقة قلت عند معظم النساء. إن النظر لهذا الطاجن وكيف صففت محتوياته بإتقان البديع لهو درس في الحياة السعيدة ومنهل للقلوب الرتيبة. ملخص حياة الصدقات أيها الناس أنه من 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 المنان، ومن أعطى من صدقة زيد له في النعم، فيا له من 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 الله عليه، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فوق أي جبل ونطوي حزننا طيا بضحكات تهز جبال، لنا بنبينا قدوة بإيثار وإحسان، رجال فتية نسوة تنافسنا بإيمان.